السلام عليكم يا أخوان. هذه المنطقة اسمها منطقة عريب، هذا الوادي وادي عريب، هذا مجرى سيل. شايفين السيل من فين يجي؟ من حذر، من هذا الوادي ويصب هنا. سبحان الله، عد الوادي ذا. ولكن الغريب فيه أن فيه كائن هنا مخلوق، كيف جاء المنطقة هذه ما أنا عارف. سبحان الله، شايفينه قدامي في هذا الشارع، طالعوا فيه السواد الممتد هذا. سبحان الله، كيف جاء هذا الكائن هنا؟ ما أدري، هو يطير ولا يزحف ولا والله أعلم ولا هو جني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ها شايفينه هذا هو، خلنا نقرب. شوف يدها، يد حرمة، شوف الشعر، شوف يدها اليسرى ممدودة مشبصة، ومن المحتزم وفوق شايفين حرمة، ومن المنتصف وأسفل ذيل. سبحان الله، شايفينه. وهنا الغريب كيف جاء هنا؟ سبحان الله، شوفوا هنا، أوريكم الوجه بالله. شايفين الوجه، العيون والأنف والفم حرمة. سبحان الله، والشعر شايف، وهنا شو معها ديوس وكتف، شايفين مرة حرمة. سبحان الله، والغريب فيه إن ما لها ريحة، والله ما شم لها ريحة يا أخوان. سبحان الله، قبل حوالي يمكن أسبوع أنا مرينا أنا وأبو خالد تفرنا فيها والأولاد معنا، وعنها لا زال سبحان الله لا كلها حيوان ولا كلها الوحوش ولا كلها الدود ولا شيء. سبحان الله، ولا ينبعث منها ريحة. لكن كيف جات هنا؟ هي تزحف، هي تطير، هي كيف جات هذا الكائن؟ سبحان الله، شوف 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 شوف، لا إله إلا الله. سبحان الله يا أخوة، والله شيء ما يصدق العقل. شوف الشعر، شعر حرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والله واحد يجي هنا في هذا المنطقة ويلقاها يتفجع منه. شوف يده كان مشبصة اليسرى، يعني شيء والله حذر. انتبهوا يا أخوان، والله شيء يفجع هنا في المنطقة هذه. أنا ما أدري كيف الشكل الكائن ذا. سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم.